انطلقت فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ ضمن استعداد المدينة لاستقبال مؤتمر تغير المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل. تستهدف الحملة جميع المواطنين بداية من 12 سنة فأكثر، وبالإضافة إلى تطعيم من تخلف عن التطعيمات السابقة، ليكون المستهدف من الحملة 100% من جميع المواطنين المقيمين والعاملين بالقطاعات المختلفة داخل المدينة بالجرعة التعزيزية قبيل انعقاد مؤتمر المناخ، وتستمر الحملة حتى 30 من سبتمبر الجاري.